وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه بسم الله وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين وقل لي